ممكن النور. طب ممكن استنى برا؟ ممكن. أكرمنا وأكرم حسين. احتفالا بقى بنجاح العملية لازم أجيب الجوزات. نقضي أجمل شهر عسل. حسين هيكون معانا؟ طبعا لازم يكون معانا. بتحبيه يا سام؟ طبعا. أنا عاوزك تفهمي حاجة مهمة أوي. حسين بالنسبة لي مش مجرد أخ. حسين بالنسبة لي أب وأم وأخ وصديق. حسين بالنسبة لي حاجات كتير أوي. وأنا كمان. صباح الخير. صباح الخير. الله يسلم سعادتك. يا تفضل تفضل تفضل. تشكر يا سلام. الله يسلمك. تفضل. حاسب يا يوسف. ميرسي يا حبيبي. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يخليك. تقولي وانا مختار. تفضلي. ايه اللي هيحصل بعد الليله دي؟ على قد ما انا فرحان لشيف حسين على قد ما هو صعبان عليا. انا بقى صعبان عليا الثلاثه. Thank you.
أشكركم على عواطفكم النبيلة، أنا ممنون. تعالوا انا عايزكم. ثانية يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. ثانية يا حسين. اقعد يا سام. تجنن المايك. اظن جه الوقت اللي استرد فيه الامانه بتاعتي. امانه ايه يا حسين؟ سهام لازم ترجع لعصمتي. البساطة دي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسين؟ هو احنا عرايس في ايديك بتلعبها زي ما انت عاوز؟ اتجوزوا اتطلقوا؟ لا يا حسين، لا. سهام مراتي وحبيبتي، ولا يمكن هفرط فيها ابدا. معقولة؟ معقولة يوسف اخويا اللي انا مربيه يطمع في مراتي؟ مراتك؟ ما بقتش مراتك يا حسين، انت طلقتها بارادتك. طلقتها عشان احميها واحمي مستقبلها. كنت خايف عليها لا تتبهدل من بعدي، لكن دلوقتي انا خلاص خفيت وبقيت زي الاول. واحنا ما بقيناش زي الاول. انا وسهام بنحب بعض ومفيش قوه هتفرقنا. معقول؟ يوسف اخويا اللي ربيته وضيعت عليه شبابي وسنين عمري يخوني؟ لا يا حسين، لا احنا ما كناكش. احنا بنحبك يا حسين. حسين
انا مستعد اديك عمري، لكن مراتي لا. لا اخرج من بيتي، مش عايز اعرفك، مش عايز اشوف وشك تاني. انا ماليش اخوات. برا برا.